أتقدم إلى أبنائي أوال وإلى عائلات الشهداء، أمهات الشهداء وآباء الشهداء، بأسماء آيات التهاني والتبريكات على هذا الزفاف الحسيني الذي رفع رؤوسنا جميعا وجعلنا نفتخر أننا ننتسب إلى هذه الأرض وإلى هذا الشعب. وأعزي شعبنا وعائلات الشهداء بفقد هذه النماذج الحسينية التي أعطتنا دروسا ما قبل الاستشهاد وما بعد الاستشهاد. يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في الظروف الطبيعية عندما يكون شعب صغير أعزل مسالم، جغرافيا مقطوعة عن بقية الجغرافيا، محاطة بالأعداء، تتكالب عليه الدنيا، لا يمكن أن يستقيم ويستمر إلا إذا كان صاحب إيمان. وأي إيمان أعظم من إيمان استقاه هذا الشعب من خط العلماء وتحت منبر أبي عبد الله الحسين. أيها الإخوة والأخوات، كما أسلف الإخوة قبلي في هذه الجزيرة الصغيرة التي تعداد سكانها قرابة 700,000، والتي مساحتها تساوي قرابة 700 كيلومتر مربع، هذه الجزيرة فيها الأسطول الخامس الأمريكي، وفيها قاعدة بريطانية، وفيها جيش سعودي وجيش إماراتي، كلهم جاءوا مدججين بالسلاح ليواجهوا شعبا أعزل، كلهم جاءوا ليسكتوا شعبا لا يملك في يده إلا أن يرفعها ويقول الله أكبر، لكنهم فشلوا وفشلت كل أساليبهم. في الحقيقة هذا الشعب يواجه الوحش الذي تواجهه الأمة العربية والإسلامية في كل بقاع الأرض، وحش يتمظهر بمظاهر عدة، يتكلم في اليمن أنه يدافع عن الشرعية فيقتل الشعب اليمني، ويتكلم في سوريا أنه يريد إرساء الديمقراطية فيزرع الإرهابيين، ويتكلم في العراق باسم أهل السنة وأهل السنة بريئون منه فيدفع بالمفخخات والإرهابيين، ويتكلم في البحرين بأنه يواجه الأجندة الصفوية. هذا الوحش الذي زرعته قوى نعرفها، هذا الوحش الذي له وجهان صنعتهم بريطانيا قبل 60 سنة، وهي الصهيونية. سبحان الله، في نفس التوقيت يصنع النظام الوهابي والصهيونية، وفي نفس التوقيت الآن تقود نفس الحكومات هذا الوحش ليواجه هذه الصحوة الإسلامية. كيف للشعب أعزل أن يستمر 6 سنوات أمام هذه القوة الهائلة من العسكر إلا أنه يملك هذا الإيمان؟ لذلك الدرس الكبير الذي تعلمته، وأعتقد أن الكثير تعلموه في استشهاد هؤلاء الثلاثة،
أن هناك روح تم نسخها في عوائلهم وفيهم. الشهيد عباس، الأستاذ عباس من داخل المعتقل والسيف على رقبته يواجه نظام الإمارات ونظام آل خليفة ونظام آل سعود ويصدح بالحق برغم أنه يواجه الموت. شهيد علي السنقيس طفل يهدد مرات ومرات لأن يعمل مخبرا سريا فيرفض، وبإمكانه أن ينجو، لكنه آثر الاستشهاد على أن يكون عبدا ذليلا. شهيد سامي مشيمع يعذب إلى الموت ويفرج عنه ويعذب إلى الموت، ويسر إلى أخته أنني سأستشهد، أنا خائف على والدتي. هذا الإيمان تجلى بعد استشهادهم في قول أمهاتهم. أم الشهيد عباس تزفه زف العريس. أم الشهيد سامي مشيمع تقول ما رأيت إلا جميلة. وأم الشهيد علي السنقيس تقول اللهم تقبل منا هذا القربان. أيها الإخوة والأخوات، هذه النماذج صنعها عمل العلماء على مدى عشرات السنين، صنعها المنبر الحسيني على مدى عشرات السنين، صنعها معرفة التكليف. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأي انتصار أكبر من الانتصار على نزعات النفس في حب الحياة. وهؤلاء شباب، أكبرهم سامي وهو في مقتبل الشباب، وأصغرهم علي 20 سنة، يواجهون حب الدنيا بهذا الإيمان، ينتصرون على النفس وهو الجهاد الأكبر، لأنهم تربوا على هذا النهج وعرفوا التكليف. لذلك أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أختم هذه الكلمة بأن أؤكد على مسائل مهمة. أن شعب البحرين استمر ل6 سنوات وسيستمر إلى 60 سنة، لأنه شعب مؤمن يعرف تكليفه ويدرك أن النصر هو الانتصار على النفس بالدرجة الأولى، لأنه منقاد إلى الخط الإسلامي الأصيل المتمثل في علمائنا الأجلاء، لأن هذا الشعب يرى في أداء التكليف انتصاراً، ويرى في مرضاة الله سبحانه وتعالى أكبر انتصار. لذلك هذا الشعب سيستمر بنهجه السلمي كما يقول له وكما يؤكد عليه السادة العلماء، ولن يسكت عن حقه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أدعوكم إلى قراءة الفاتحة بعد الصلاة على محمد وآل محمد.